أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. اعتبر وزير الخارجية خالد اليماني عدم مشاركة ميليشيا الحوثي في مشاورات جنيف دليل على عدم احترامها لجهود الأمم المتحدة. وقال اليماني في تصريح أن الصحفيين الحوثيين يرتكبون خطأ فادحا من خلال عدم المشاركة في محادثات السلام. أوضح اليماني أن وفد الشرعية لن يبقى في جنيف لأجل غير مسمى، مشددا على أن الحكومة ستواصل دعم جهود جريفيث حتى لو غادروا جنيف اليوم الجمعة. كيف أصبحت الميليشيا هي الطرف المتحكم ببدء المشاورات وتأجيلها، وما الذي يترتب على عدم ذهابها إلى جنيف؟ وهل يمكن القول أن تخاذل الشرعية والتحالف العربي في الملف العسكري انعكس سلبا على موقفها التفاوضي؟ هذه محاور الحلقة. هذا وأكدت الأمم المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث يواصل العمل لضمان حضور وفد الحوثيين إلى مشاورات جنيف. وقالت المتحدثة أليساندرا فلوتشي في إفادة صحفية أن جريفيث الذي بدأ مشاورات مع وفد الحكومة الشرعية لا يزال ينتظر وصول ممثلي الحوثي من صنعاء. وأوضحت أن المشاورات الجارية تشمل إجراءات بناء ثقة ومن ضمنها قضية الأسرى والممرات الإنسانية. نبدأ النقاش بعد التقرير. لم تبدأ المشاورات اليمنية بجنيف في موعدها، وعلى الأرجح لن تبدأ في اليوم التالي بسبب تأخر وفد الحوثيين وسط تحذيرات من جانب الوفد الحكومي بالانسحاب إذا لم ترشح معلومات حول قدوم وفد الحوثيين من صنعاء. السيناريو نفسه الذي شهدته جولة مشاورات الكويت في 2016 يتكرر اليوم، حينها تعمد وفد الانقلابيين تأخير قدومه للأسباب ذاتها، وهي محاولة نقل جرحى وربما شخصيات على متن الطائرة التي تقل وفدهم إلى المشاورات. مصادر في الحكومة أبلغت وكالة رويترز أن الوفد أمهل المبعوث الدولي وقتا إضافيا حتى ظهر الجمعة لإقناع الحوثيين بالقدوم إلى جنيف، ما لم فإن الوفد سيقرر غالبا مغادرة جنيف إذا لم يغادر وفد الحوثيين صنعاء. وزير الخارجية خالد اليماني من جهته أبلغ الصحفيين في جنيف بأن الحوثيين لم يقبلوا بالحضور، وعبر عن اعتقاده أنهم يرتكبون خطأ جسيما بعدم الانخراط جديا في محادثة السلام، وشدد في الوقت نفسه أن وفد الحكومة لن يبقى في جنيف إلى أجل غير مسمى ولن يبقى حتى نهاية هذه المشاورات، وأعاد تأكيد أن الحكومة جادة في مواصلة جهود السلام. تطورات تضع مصير المشاورات برمتها على المحك في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أنها لا تتوقع أن يعقد مبعوثها الخاص في اليمن مارتن جريفيث أي محادثات في مكاتبها في جنيف يوم الجمعة. المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أقر بوجود تحديات تحول دون جمع طرفي الحرب معا في المدينة السويسرية، لكنه ما زال يرغب في وصول الوفد من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقال جريفيث إن التوصل إلى حل سياسي شامل أمر مطلوب لإنهاء الصراع في اليمن، حيث يعيش السكان في ظروف أمنية واقتصادية وإنسانية عصيبة. لا يبدو إذن أن مشاورات جنيف ستشكل محطة فارقة في مسيرة المبعوث الأممي الجديد، خصوصا وأنه قرر على نحو مثير للاهتمام البدء من نقطة الصفر وتحت سقف متواضع من القضايا المطروحة للنقاش، والتي لا تتعدى مسألة بناء الثقة بين طرفي الحرب في البلاد. أرحب بضيوفنا في هذه الحلقة من جنيف، الباحث السياسي هاني الأسودي، وأيضا من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع. عبد، مع الأستاذ هاني الأسودي من جنيف. أستاذ هاني، بداية، ما الذي جرى منذ الأمس وحتى اليوم في جنيف؟ لم يتغير الوضع كثيرا، ما زالت وفد الحكومة الشرعية متواجد في جنيف على أمل أن يتوصل وفق ما قال له المبعوث الأمم المتحدة سيد جريفيث أنه من الممكن أن يتوصل إلى حل بإقلاع طائرة الحوثيين ومجيئهم إلى جنيف. صراحة الكل مستاء هنا، وحتى في وفودهم وضعوا المبعوث الأممي في وضع سيء ومحرج للغاية عندما بعث لهم الرسالة في منتصف الشهر الماضي بشأن تشكيل وفدهم إلى جنيف. لم تكن هناك أي اشتراطات، ولم تكن هناك اشتراطات بنقل الجرحى أو غيرها من الاشتراطات، وتم الموافقة على المجيء والانخراط في عملية السلام والقدوم إلى جنيف لبناء الثقة. حقيقة أن الكل يعتبر أن عدم
حضور الحوثيين حتى اللحظة يهدم أهم إجراءات بناء الثقة، حيث أن حضورهم تعتبر من الأساسيات في بناء الثقة. صحيح أن موضوع المعتقلين ووجود ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية شيء هام جدا، ولكن كان يجب أن الحضور في الموعد، وما زال مبعوث الأمم المتحدة سيد جريفيث بتواصل مع الحوثيين على أمل إقناعهم بالحضور بطائرة أممية. كما هو معروف أن الحوثيين اشترطوا أن تقل لهم طائرة أخرى غير الطائرة الأممية المتواجدة حاليا في جيبوتي. طيب سأعود لك أستاذ هاني، نتحدث عن آخر المستجدات فيما يخص الاستجابة لاشتراطات ميليشيا الحوثي. أذهب إلى العاصمة الأردنية عمان الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، بداية، كيف تنظر إلى موقف الشرعية والتحالف في جنيف، خصوصا وأن الميليشيا كما يبدو يعني وفق المعطيات حتى اللحظة هي المتحكم وهي من يفرض خياراته في مشاورات جنيف؟ يعني بشكل عام الصورة كما كان متوقع، أنه تعقيدات المشكلة كبيرة جدا وأكبر مما حاول المبعوث الأممي أن يعطي انطباع بأن هناك إمكانية لحدوث اختراق، وحتى في القضايا التي تسمى قضايا بناء الثقة، فحتى الآن إذا كان أيضا لم يستطع المبعوث الأممي أن يضمن حضور الحوثيين بالشكل الذي كان يريده وفي الوقت المحدد، فكيف هو الحال في القضايا التي يريد أن يناقشها؟ وهذا يشير إلى أن المشكلة اليمنية هي في غاية التعقيد أكثر بكثير مما تبدو على السطح. الأطراف الخارجية لا تدرك، وحتى الآن لم يدركوا بما في ذلك المبعوثين الأمميين، عمق المشكلة وحساسيات الواقع اليمني وتداخلاته، وما مشكلة الآن مغادرة الحوثيين إلا أحد مظاهر المشهد اليمني المعقد. يبدو أن الحوثيين يريدوا أن يستثمروا قضية الخروج ليخرجوا شخصيات مهمة، لا نعرف بالضبط من هي هذه الشخصيات، لم يعلنوا صراحة، حتى لم يصدر بيان واضح من قبل المبعوث الأممي يحدد ما هي المشكلة، مشكلة مغادرة الحوثيين. لازلنا حتى الآن نسمع نص القصة أو جزء من الصورة، ولم يظهر أي طرف وبما في ذلك المبعوث الأممي صورة واضحة لسبب عدم تحرك الحوثيين، وما هي اشتراطاتهم الذي يريدوها، وما هي رد فعل دول التحالف وغيرها. ولكن في المجمل الصورة تبدو بأن مباحثات جنيف فشلت من قبل أن تبدأ، وهذا أمر ليس بجديد، ونعرف أنه في مباحثات الكويت ظلوا 3 أشهر يتباحثوا، لم يتفقوا حتى على جدول الأعمال، يعني انتهت الاجتماعات وقضية جدول الأعمال لم يتفقوا. طيب تتحدث عن فشل مسبق لهذه المفاوضات والمشاورات، هل تعتقد أنه يتم تحميل ميليشيا الحوثي الأسباب الفشل؟ يعني ما يستطيعش المبعوث الأممي كوسيط أن يحمل أي طرف مسؤولية الفشل، ونعرف أن المبعوثان السابقان عندما حب أن يصرح بجزء من المشاكل صرح في آخر إحاطة لهما لمجلس الأمن، بمعنى أن المبعوث الأممي وهو وسيط في أثناء عمله لا يستطيع من الناحية الفنية من الناحية السياسية أن يعلن بأن هذا الطرف هو المسؤول، لأن لو قام بهذا العمل في هذه الحالة سيفقد صفته المحايدة وسيستعدي أحد الأطراف. سنسمع من جميع الأطراف، كل طرف سيحمل الطرف الثاني مسؤولية الفشل، هذا في حال لم يعقد الاجتماع، أما في حال انعقاده ومن ثم الفشل في الخطوات التي يريد المبعوث الأممي البناء عليها وهي خطوات بناء الثقة، سنجد أيضا كل طرف سيحمل الطرف الآخر. لكن لا نتوقع من أن المبعوث الأممي
هو الطرف الذي سيقول بأن هذا الطرف أو ذاك هو المسؤول، إلا في حال أنه أراد أن يتخذ موقف أكثر صرامة ويحدد مركزه كوسيط. طيب بالنسبة لرأيك في أداء الوفد الشرعي حتى الآن، خالد اليماني في تصريح صحفي من جنيف قال أن وفد الحكومة الشرعية لن يبقى في جنيف لأجل غير مسمى، ماذا تتوقع فيما يخص وفد الحكومة المتواجد في جنيف، وكيف تقيم حتى الآن موقفهم دوم؟ لأن هناك من يطرح أن ربما هذا التمادي والتصلب في موقف الحوثيين أنه يرجع ربما لتخاذل الشرعية والتحالف في الملف العسكري، فانعكس على موقفها اليوم التفاوضي. بشكل عام الحوثيين ليسوا في عجلة وليسوا مهتمين بأن يقدموا تنازلات حقيقية في ظل الوضع العسكري المجمد ووضعهم المريح إلى حد كبير. أما موقف الشرعية والحكومة ووفد التفاوض فموقفهم هذا موقف طبيعي، لا يستطيعوا أن يتخذوا الآن موقف بأن يغادروا جنيف على الأقل خلال الثلاثة الأيام التي كانت مخصصة للاجتماع. بعدها ربما في حال تأكد لهم بأن الحوثيين لن يأتوا أو أنهم وضعوا شروط ترفضها دول التحالف تماما، في هذه الحالة قد نشهد مغادرتهم، لكنهم لن يغامروا بأن يغادروا ومن ثم يقع اللوم عليهم من قبل الأطراف الدولية الأخرى التي ستنظر لهذا التصرف بأنه غير إيجابي من قبل الحكومة الشرعية. لهذا السبب أعتقد بأن وفدها سيستمر في جنيف حتى يستنفذ الأمل بقدوم الحوثيين من صنعاء. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان. أعود لضيفي في جنيف هاني الأسودي. أستاذ هاني الأسودي، الأمم المتحدة صرحت وقالت أن مبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث ما زال يواصل في بذل المزيد من الجهود لضمان حضور الحوثيين إلى جنيف، ما هي آخر المستجدات والمعلومات المتوفرة لديك فيما يخص الاستجابة لاشتراطات ميليشيا الحوثي؟ أعتقد أن مهمة المبعوث الدولي تحولت حاليا إلى مجرد مجيء الطرف الحوثي والالتقاء بالطرف الحكومي، أصبح الالتقاء هدف في حد ذاته وليس النتيجة في تحقيق فوائد من هذا الالتقاء. أعتقد لذلك تمارس كثير من الضغوط الآن على الحوثيين للحضور فقط. أعتقد أن الملفات التي كان من المؤمل مناقشتها ستكون هي على الهامش، وهذا الشيء سلبي وسيء للغاية، أن يكون حضور الحوثيين هو الهدف وليس مجرد وسيلة للنقاش. أعتقد أن المبعوث الأممي الآن أصبح يريد أن يحقق أي نجاح ولو كان صغيرا بمجرد حضور الوفد الحوثي، لذلك هناك ضغوط كثيرة وقد تكون هناك استجابات لخروج بعض الجرحى أو ما شابه، وأعتقد أن الأمور تسير نحو ذلك ولكن ليست واضحة حتى الآن. طيب أستاذ هاني، ما هي خيارات الأمم المتحدة في حال استمرار الحوثيين في التعنت وهذه الاشتراطات؟ ما ليس لدى الأمم المتحدة أي خيارات، المبعوث الأممي يرى نفسه أنه مجرد وسيط ولذلك عليه أن يبذل المزيد من الجهود كما يرى لكي يقنع الأطراف مرة أخرى للالتقاء، وأعتقد أنه لن يدين أي طرف. الأمم المتحدة ليست بصدد إدانة الحوثيين حتى وإن أخلوا بشروط المجيء إلى جنيف، فقط ستمارس يمكن قليلا من الضغوط وسيتم أيضا الضغط عن طريق الدول 19 التي الراعية للعملية السياسية في اليمن لكي يتم الضغط على الحوثيين للحضور إلى جنيف. طيب موقف الشرعية وتصريحات أعضاء الوفد من جنيف، كيف تقيم هذا الموقف؟ لأنه البعض يرى أنه ربما تساهل في الجانب العسكري هو ما أوصل اليوم الحكومة والتحالف إلى هذا الموقف لأن تتلاعب بهم ميليشيا الحوثي. أود هنا أن أوضح أمران. أولا التأخير الحوثي كان بسبب العجوزات العسكرية التي في الميدان التي تقوم بها قوات التحالف والشرعية. أعتقد أن الحوثيين يريدون أن يحققوا الانتصار في الحديدة قبل المجيء إلى جنيف لكي يملكون أوراق تفاوضية أصلا.
هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى التي أريد أن أذكر بها أيضا أننا قادمون يوم الاثنين القادم على مجلس حقوق الإنسان، وهناك تقرير أممي صادر بشأن اليمن أصدره فريق الخبراء، وأعتقد أن الحوثيين يريدون أن تواكب مناقشة التقرير مع مجلس جنيف لكي يملكوا أوراق تفاوضية أكبر أيضا. طيب توقعاتك لما يخص وفد الحكومة، هل تتوقع أنهم سيغادروا جنيف؟ الوزير الخارجية يقول أننا لن نبقى إلى أجل غير مسمى هنا في جنيف. وزير الخارجية بالفعل قال أنهم لن يظلوا إلى أجل مسمى، ولكن الضغوط التي تمارس من قبل المتحدة وحرص الحكومة الشرعية على ألا تظهر هي الطرف المعرقل للسلام في اليمن سيضطرهم إلى البقاء إلى جنيف، أعتقد على الأقل حتى يوم الأحد المقبل إلى بعد غد يعني. وبعد ذلك قد نتوقع قرار من الحكومة اليمنية بالمغادرة جنيف. هم لن يعلنوا صراحة الانسحاب من المشاورات، ولكنهم سيعلنوا مغادرة جنيف على أمل أن يقوم المبعوث الأممي في التوصل في إقناع الحوثيين بالنبي مرة أخرى في جولة تفاوضية قادمة. طيب هذه المشاورات يفترض أنها ستناقش أي من الملفات؟ يعني هل ما تم الإعلان عنه هو الرسمي وجاء عن طريق الأمم المتحدة أنه سيتم فقط مناقشة إجراءات بناء الثقة؟ نعم، هذا من المقرر أن يتم إجراءات بناء الثقة، وكان محدد لها ملفين رئيسيين تم الإعلان من قبل المبعوث الأممي في مؤتمره الصحفي الذي عقد يوم الخميس المنصرم على حسب ما أعتقد، أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين. هذا الموضوع الأول. الموضوع الأول وجود ممرات آمنة للمساعدة الإنسانية، وأعتقد هذا ما تضمنه أيضا القرار الأممي والذي أشار إليه المبعوث الأممي 22/16. وأعتقد إذا تم إنجاز نتيجة إيجابية في هذا الموضوعين قد يتم التوسع في مواضيع أخرى من إجراءات بناء الثقة. شكرا جزيلا لك هاني الأسودي الباحث السياسي، كنت معنا من جنيف، وينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي وضاح الجليل. أهلا بك أستاذ وضاح. باعتقادك ما هي الرسائل التي تريد ميليشيا الحوثي إيصالها بتخلفها عن الموعد المحدد والمقرر لمشاورات جنيف؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين ولطاقم العمل. أظن أو بالتأكيد هناك رسائل واضحة ومفهومة لجميع الأطراف، سواء الأطراف الداخلية أو الخارجية والفاعلين الإقليميين والدوليين في الأزمة اليمنية. الحوثيون يريدون أن يقولوا للجميع بأنهم ليسوا على استعداد لتقديم أي تنازلات ولا الدخول في مفاوضات جدية ولا المحاولة التوصل إلى حل، وأنهم يريدون الحفاظ على ما حققوه من مكاسب من خلال الانقلاب والحرب خلال الأربع سنوات الماضية، وأنهم أيضا يطمعون بالمزيد. وهذا التخلف في هذا في الحضور للمشاورات هو تأكيد على هذه الرسائل. هو أيضا يمكن أن نقول أنهم يعملون من خلاله على تحقيق مكاسب إضافية. أولا مكاسب معنوية، إقناع أو إظهار أنفسهم بمظهر الأقوى والأكثر حضورا وسيطرة وأكثر قدرة على التحكم بمسارات الأحداث العسكرية والسياسية، حيث أنهم برفضهم لحضور هذه المشاورات أو التخلف عنها يظهرون وكأنهم الأقوى والأكثر سيطرة والأكثر حظوة. من ناحية أخرى هم أيضا يريدون تحقيق مكاسب، يبدو مكاسب أخرى على الهامش، مثل نقل العديد من قياداتهم وأنصارهم الجرحى للعلاج في عمان أو دول أخرى. يريدون أن يفرضوا مثل هذه الأجندة للتعامل معهم كطرف معترف به كقوة أمر واقع وسلطة أمر واقع، وليس كميليشيا مجرمة دوليا ومخالفة لكل الأعراف والقوانين، وهناك قرارات أممية بإدانتها وإدانة ما تقوم به من انتهاكات. هذه جميعها أشياء يحاول الحوثيون تحقيق مكاسب إضافية لهم من خلالها. طيب باعتقادك المجتمع الدولي ورعاة العملية السياسية في اليمن كيف يقرؤون تخلف الميليشيا حتى الآن عن الحضور إلى جنيف؟
بالنسبة للأطراف الدولية والقوى الدولية، هي تدرك أن ما يقوم به الحوثيون هي جريمة، بل وهو أنها أمر مدام، لكن نحن تعودنا منذ بداية هذه الحرب على أن هناك تدليل لهذه الميليشيا وأن هناك تعاطي معها بشكل يحقق لها المزيد من الحضور والمزيد من القوة المعنوية وحتى الميدانية. الأطراف الدولية تتعامل مع هذه الميليشيا كميليشيا انقلابية على مستوى الخطاب، لكن هناك من خلف الكواليس وحتى أحيانا في ظاهر الأمر وفي الكثير من البيانات وتقارير الأمم المتحدة تظهر هذه الميليشيا وكأنها سلطة أمر واقع وأمر مفروض على الجميع وينبغي التعاطي معه. استدعاها للحضور في مثل هذه المشاورات، هذا بحد ذاته أعطى هذه الميليشيا مكسبا جديدا، أعطاهم اعترافا بأنهم قوة ينبغي التعاطي معها، بينما يفترض كان أن يتم التعاطي معهم كجماعة خارج عن القانون مثلهم مثل داعش وتنظيم القاعدة. الآن الحوثيون يحققون كل يوم مثل هذه المكاسب، وهذه القوى الدولية والقوى الكبرى هي ترغب في أن يبقى هؤلاء كجماعة وفئة تستخدم كورقة مذهبية وطائفية وأمنية لابتزاز دول المنطقة، لابتزاز مختلف الدول في المنطقة، لإدامة الصراع في هذه المنطقة وجعلها مساحة للتدخلات القوى الكبرى، وأيضا لجعل المنطقة سوقا للسلاح، بمعنى أن هذه القوى الكبرى تستثمر مثل ميليشيا الحوثيين وتستثمر بقائهم وتستفيد من وجودهم ومن هذه الحرب بشتى الطرق والوسائل على حساب أمن المنطقة، على حساب استقرار شعوبها واستقرار الدول. طيب أستاذ الضحم، من خلال الأقوال والأفعال الحكومة الشرعية تسعى جاهدة لأن تتعاطى بشكل إيجابي مع جهود الأمم المتحدة في العملية السياسية، إلى أي مدى هي قادرة على إثبات أن ميليشيا الحوثي اليوم هي الطرف المعرقل لهذه العملية السياسية؟ للأسف الشديد الأمم المتحدة من الواضح أنها والقوى الدولية من الواضح أنها تدرك أن الحوثيين غير جادين وغير مرحبين بالدخول في عملية تشاورية حقيقية، ويعرفون أن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات وهي مستمرة دائما أو مضطرة دائما لتقديم هذه التنازلات بحكم الكثير من المعطيات على الأصعدة الدولية. هناك ضغوط عليها لتقديم تنازلات الحوثيين، وهناك أيضا يدركون أن المجتمع الدولي أو هذه القوى الدولية ترغب في بقاء الحوثيين وفي استمرارهم، وبالتالي تحاول الحكومة تقديم مثل هذه التنازلات وتقديم مبادرات لإثبات ما لا يحتاج إثباته، إثبات أن هذه الميليشيا غير جادة وغير قادرة على تحقيق السلام. لكن هذا أمر أصلا تدركه هذه القوى الدولية، وهي تدرك وتعي تماما أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء وجود الحوثيين كقوة عسكرية وأمنية، لكن هذا ما لا ترغب به هذه الدول للأسف. إذن الحكومة هنا تحاول أو مضطرة للدخول في عملية عبثية، هي تدرك أنه مهما قدمت من تنازلات لن تحقق ما ستصبو إليه، ولن تحقق أو تستعيد الدولة كاملة. استعادة الدولة يتم بإنهاء هذه الجماعة، هذا كجماعة عسكرية عصبوية مسلحة تنتهك القانون وتنتهك سيادة الدولة. أما الدخول معها بمفاوضات وتقديم التنازلات لها فهو لن يحقق سوى إذا ما تمكنوا من الوصول إلى تسوية سياسية، سيحقق لهذه الجماعة وجود وحضور سياسي واعتراف بوجودها، وهو ما سيجعلها دولة داخل الدولة، وبالتالي لننسى إذا ما حدث ذلك لننسى أن هناك دولة حقيقية اسمها اليمن. سيتحول الوضع إلى ما يشبه لنقول نموذج لبنان، لكن حتى هذا النموذج يبدو أن ما زال بعيدا وصعب الوصول إليه. أعتقد أن الحرب ربما تستمر أيضا لسنوات ضمن هذا السيناريو الذي يتم رسمه الآن. شكرا جزيلا لك وضاح الجليل.
الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد. في أمان الله.